بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عند كيبر الجوزاء اللي هي كتشكو تراجع في المعنويات وتاخير في المعاملات وبلبلة وغادي تفقد الحيويه. عاطفيا كتشعر بعد تراجع المعنوي وكترافق ذلك مع بعض التردد اللي غادي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الامور. صحيا الالم العابره اللي كتنتابك بين حين واخر كتحتم عليك زياره الطبيب باسرع وقت. برج الثور المهنيه حاول الا توظف اموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابته لها. اما عاطفيا الشريك كيطالبك بجواب حاسم حول طبيعه العلاقه بينك. صحيا كتمثل الشفاء بعد وعكة ألمت بك وهذا ما غادي ينسحب ارتياح على جميع أفراد الأسرة. أما برج الحمل في المهنية يتيح أمامك هذا اليوم فرصا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم. عاطفيا كتسود الرومانسية حياتك لكن يقدر يطرأ ما يجعلك متشنج قليلا بسبب وضع عاطفي ومتأزم. صحيا كتلتزم أمام الجميع إقلاع عن التدخين وبدء ممارسة الرياضة يوميا. أما برج الأسد في المهنية قد تشعر بعدم استقرار ومع ذلك غادي تلقى هدفك تحقيق لأنك صاحب إرادة صلبة وما كتخافش من المواجهة. عاطفيا استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك وخصوصا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف. صحيا كتنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن. برج السرطان المهني يحذرك هذا اليوم من خداع ومناورة وخضات وتراجع عمليات عدائية. عاطفيا يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر. صحيا لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها. الان غنتقلوا عند برج الميزان المهني. كيف تفتح امامك هذا اليوم ابواب للتحرر من بعض الضغوط. عاطفيا مجموعه من المؤشرات الجيده كتلاقي مساعيك نتيجه مثمره جدا وغتحصل العلاقه. صحيا تحاشى قدر الامكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنه. اما برج عذراء فيتيح هذا اليوم فرصه جديده للاتصالات والمفاوضات المتعلقه بالشان المالي. عاطفيا لا تقوم باي عمل طائش قد يفوت عليك فرصه التفاهم والحوار مع الحبيب. صحيا تحاول جمع اكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاط رياضية يومية. برج جدي مهني يتحدث هذا اليوم عن تدخل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك. عاطفيا اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك. صحيا خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يوميا. أما برج القوس المهني يحمل إليك هذا اليوم فرصا سعيدة ويمكن أن توظف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميز. عاطفيا تلتقي الحبيب قريبا وتضعان النقاط على الحروف. صحيا كل ما تخطط له يسير على خير ما يرام. برج عقرب مهني يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيدا عن الضجيج. أما عاطفيا تستعد للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة. صحيح الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل غد. برج الحوت مهني تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان بالنسبة لوضع مالي أو تمويلي. عاطفيا ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي. صحيح إذا كنت تكثر من تناول الحلويات النتائج ستظهر قريبا جدا ولن تكون مطمئنة. الآن غنخش مع برج الدلو المهني أن يتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم ما قد يضيع عليك فرصا ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدا. عاطفيا طموحك العاطفي كبير جدا لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح. صحيح عوارض القلق التي تنتابك بين حين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم. إلى هنا كنت أبرجنا هذا اليوم غادي نودكم حتى نتلاقى مع أبرج غدا. تبقى على خير.